حياتنا بتتشكل وبتتغير من خلال القرارات اللي بناخذها كل يوم. كل إشي بنعمله هو قرار ما نعمل الإشي الثاني، وكل قرار أخذناه لحد هاي اللحظة وصلنا للمكان اللي إحنا فيه. أكثر إشي ممكن يخليك تعمل قرارات مش منطقية هو الحب، بيخليك تفقد وعيك، تفقد عقلاتك، بخليك تتصرف بطريقة متهورة لأنك مش قدران تفكر بأي إشي ثاني غير أنك تكون مع اللي بتحبه، حتى ولو كان على حساب تعاسة غيرك. الحب بخليك تاخذ قرارات مجنونة عشان بتصير مدمن على هذا الشعور، وتبطل تحس بالأمان إلا مع اللي بتحبه حتى لو بعز الحرب. يما جوعان. ليه؟ من عيوني يما. هسا بعمل لك سندويشة طيبة. بس إذا كنت بخاف راجع. فاضي؟ أنت معدتك حديد؟ ما تخافيش، قولي شو جاي عبالك؟ جابالي بطاطا مقلية وكاتشب وشوكولاتة. بطاطا؟ دمك بطاطا. شيبس. فليفلي. تفاح بس بطاطا؟ طيب هسه بجيب لك وامك بتسوي لك بطاطا مقليه. هاتي بوس يبوي. يلا احمد. شو بدك؟ لسه زعلان عشان الشغل الجديد؟ انت الله يسامحك اقسم بالله انك تغطيني بهالشغلانه. هو انت ملاقي غيره؟ اقولتك بدي اروح، توصيني على شيء؟ لا سلامتك، بس عشان منى. يا حبيبي انا بدي اياك تطول بالك عليها. انا بطول بالي بس انت لا تظلي تصغريني قدامهم. الله يسامحك انا بصغرك؟ انت بتصغريني، وكل شيء بيصير بهالكرفانه غلط بغلط. والله انا فاهم عليك بس أنا معتمدة عليك، أنت زلمة البيت. أنا في هاي الكرفاني زلمة على حالي، ترى ما حدش بيسمعني وما حدش حاط لي قيمة. لا، كنا عاطينك قيمة، لكن إنك تكون زلمة البيت مش يعني إنك تفرض رأيك وتصرخ وتعصب. تكون زلمة البيت يعني تحبهم، دير بالك عليهم، تحميهم. طب أنا هذا اللي بسويه، شو نازل فيهم كتل كل يوم يعني؟ لا حبيبي، شفت شلون هسا ركضت مشان دانا؟ أنا بدي إياك تفكر بمونة، حرام. والله هذا الجرح اللي على وجهها، يمكن الطيب يمكن ما الطيب. شو دخل الجرح اللي بوجهها
بحجابها وشعراتها. يعني هي حجة بس لتغطي الجروح بالشعرات، ما بتغطاش، ما هو مبين. والله معك حق، بس يا حبيبي خليها تقتنع، احكي معها مش خصم. هني المرة الجاية شو بقول لها؟ بقول لها منى ابليز تحجبي؟ خلص يا اختي، بدي الحق اجيب اغراض نانا بلاش تاكلني، بعديها بدي اروح على شغلي بديش اتاخر. خلص روحي. الله يسلمك. وضبي رقبتك مبينة. يلا. رايح. يلا انا بدي اوقف حارس على الكرفاني، خلص روحي. ان شاء الله خير. ان شاء الله. ان شاء الله امور طيبة يعني ان شاء الله. ابو سلطان نسيت احكي لك. بتتذكر جمعية القوس الذهبي تاعت الأطفال؟ جمعية؟ أعطيتك المقترح الدورة اللي ممكن يعملوها مع الأطفال اللي هي فنون مختلفة، رسم، نحت، مسرح، تصوير. إيه. أيوة قريت المقترح صراحة، الكلام المكتوب جميل جدا، وأنا أساسا بنفسي قاعد أدور أنشطة جديدة للأطفال، بس ما أعرف الجمعية شو خبرتها. يعني شوف، هو صراحة هم مشتغلين مع مخيمات لاجئين بس مش بالأردن. يعني فمن ناحية الخبرة هي موجودة، والورش اللي بدهم يعملوها يعني عم تحكي لك عن شهر وممكن اكثر، فاظن انها منيحه. طيب رتب اجتماع معاهم وراح نشوف كيف ممكن نتعاون مع بعض. وعلم انت عندك التصاري وعندك الميزانيه، يعني الموضوع بس محتاج تنسيق. خلاص ابشر. واني ما كان عاجبني الدواء ابدا، والله مسكينه تعبت عليه كثير. والصراحه هذا الدواء برضو بيعمل اعراض، بس عم تتجاوب عليه احسن. اي تتذكري لما كانت تصحى بالليل وتراجع؟ والله كانت تهز الكرفان هز. بتذكر يما بتذكر. أهم إشي هسا تجاوز هذه المرحلة وإن شاء الله يا رب تتحسن. طيب يما، طيب طيب طيب، الله يعينها. ماشي، خلينا نحكي بإشي غير مرضانة، صار لك ساعة تحكي عنها. شو مالك يما؟ شو صاير معك؟ ولا شيء يما، بس خلص تعبت من الحكي عن مردانة. اي انا بعرف، بس انا بدي فضفض، مين الي حدا احكي معاه غيرك؟ ماشي يما سامحيني. في حدا مزعلك؟ لا يما، بس دانا مش لحالها المريضه. حبيبتي انت لساتك زعلانه على الجرح؟ يعني شو رايك يما؟ ليش ما اكونش متضايقه؟ راح الجروح وما حدش حكالي؟ بطلت مشوهه وانا مش عارفه؟ انت مش مشوهه، انت بنتي حبيبتي. يما اكيد رح تحكي هيك، انت امي، بس الناس ما بتفكر هيك، الناس بس تطلع على الجروح. شو بدك بالناس؟ المهم انت مليحه، والله لطف. يما ما تحكي مثل الدكاتره، هذا وجهي، وجهي اول اشي اي حد بيشوفه. يما والله انك بتجنني. يما حبيبتي انت، لا تبيعيني حكي، بطلت بنت صغيره. منى الكلمه الحلوه مو هي رح تفيدني، اني بدي عمليه. انت عارفه انه مش رح نقدر، واهل المخيم ما قصروا، بس عندهم اولويات. لا تحكي لي على الاولويات، اني اكثر واحده بفهم بالاولويات، لاني مش من اولويات حدا. حكي حكي حكي، رح تحرق الطبخه. حجي خلينا نلحق، خلينا نلحق خالي قبل ما يطلع على الدوام. شو كان ممكن يصير لو مرضيتش أهرب مع وسيم؟ لو ظليت مع أهلي شو كان حيصير معي؟ وشو كان حيصير مع وسيم؟ يمكن ما كان هرب هالقد بسرعة قبل ما يعرفوا أهلي، ويمكن ما كانوا أخذوا على الحدود. بس ما فيكي تحسبي الأمور بهاي الطريقة فرح، كل شي في الحياة بيصير له سبب، وكتير من الأحيان بيكون خارج عن سيطرتنا. إحنا بنفكر إنه إحنا مسيطرين على كل شي في حياتنا ومستقبلنا، بس في الحقيقة لا، مش كل شي، وهذا شي طبيعي والأفضل إننا نتقبله. إذا ما نفكر هيك شو الفايدة من أي إشي؟ لويش نغلب حالنا بأي تفكير أو تخطيط للمستقبل؟ تقدري تفرشي أسنانك كل يوم
بس ممكن يسوى السن من هالسنان. بس هذا ما بيعني إنه مش لازم تفرشي سنانك بالمرة. إحنا بنعمل اللي علينا فرح دائما، وبعدين بنتصرف. بس يصير شيء سواء سلبي أو إيجابي بنتصرف. عجبتني تشبيهة الأسنان. لازم نتحمل نتيجة قراراتنا. لازم. حاسة بالذنب فرح؟ شوي. عشان أهلي تركتهم وما قالهم حدا غيري، أنا وأختي. كل ما أشوف عمي ومرت عمي بفكر أني شلون تركتهم وهم ممكن يمرضوا أو يتعبوا وأني مالي جنبهم لساعدهم. بنفس الوقت بفكرهم شو حاسين. شوفي شلون عمي ومرت عمي ناطرين خبر لو صغير عن وسيم. تخيلي أهلي ما بيعرفوش إشي عن بنتهم، وفوق كل هذا أنا اللي تركتهم. كمان هم مجروحين. شو هاي الحركة فرح؟ عارفش بعملها من أني وصغيري. وشو مخططة للمستقبل؟ والله يا سمر ما فيش أي خطط، ماشية على التساهيل. تعال جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وينك لسا تأخرت؟ معلم، بنت أختي الصغيرة دانا تعبانة فضلت معها. لا سلامتها ألف سلامة. الله يسلمك. أنا عندي شغل مش راح أقدر أورجيك الورشة، بس هسا بنادي لك واحد وراح يورجيك. يا نعيم. يلا معلم جاي. تعال. يلا جايك. يلا يا أخي. اسمع. نعم معلم. هذا احمد. ايوه. اول يوم له بالمشغل. ايوه. انت بدك تورجيه المشغل، انا مش فاضي عندي شغل. واني مش فاضي. قبل الحلقة تورجيه وبعدين ترجع لشغلك. خلاص وك. تعال معي مالي. تعال. معلم. يعني المعلم مش فاضي وانت مش فاضي، انا لوش جاي؟ شو بتعرف تشتغل انت؟ اي شيء. بتعرف تاخذ قياسات؟ أنا اللي باخذها. بلا كثرة حكي، روح معي على الورشة مشان آخذ القياسات ونقص الخشب فورا. بس معلم بدي فستة. هسا بعطيك فستة. كبيرة. كبيرة، يلا امشي. يعني أنا مقاسي كبير. هسا بعطيك فستة من الورشة. هسا بعطيك فستة. عندك واحدة على قياسي؟ عندنا واحدة على قياسك. هسا بعطيك. بس أنا بخاف تكون ضيقة. لا تخافش. يلا اطلع. تعال. اقعد. شو وينك؟ هينا. ما بدك تيجي تتدرب معنا ملاكم؟ انا وحسن لما ركبوا لنا كيس ملاكم جديد. جد؟ بلحقكم لان عندي شغله. ما بدك توكل؟ مو جعان، بس باجي باخذ حصتي وباكلها بعدين. طيب يوم. شغل الكمبيوترات.
خلينا نتذكر أقسام الكمبيوتر وبعدين بنبلش بالمايكروسوفت أوفيس. كله شو بتفكوا؟ ليش بتفكوا فيهن؟ لنفكوا لأنه أعطانا القياسات غلط. شلون أعطاك القياسات غلط؟ شو بعرف؟ أنتم بلحقتوا تركبون وفكتوهن؟ أعطانا القياسات غلط. مين أعطاك قياسات غلط؟ هذا الشاب اللي جبت لي إياه شاد حاله وهيك مش عارف وين. أحمد؟ ما بعرف شو اسمه. وين هو هسه طيب؟ شو بعرفني؟ طلع. طلع؟ طلع. لسه ما لحق يجي صار طالع. شو بعرفني؟ تفضل وبردش على التلفون كمان. يلا مثل الطيارة يلا يلا. ما عجبتك؟ أجيب لك شيء ثاني؟ المهم هاي القياسات تقريبا صاروا كلهم جاهزين، باقي بس توصل المواد. وامتى فكرك المواد بتوصل؟ والله معتز اللي بدهم من يومين لثلاثة، فإن شاء الله خير بدنا نستنى. طيب عمي إن شاء الله بس توصل المواد الله يعينك. بدي شو اسمه ترجع تشرح للشباب الموضوع بلا ما نرجع نغلط مرة ثانية. إن شاء الله خير. بس عمي أبو وسيم أنت منيح؟ آه منيح، ممتاز ممتاز. بين عليك تعبان؟ تعبان شوي صراحة، من بتعرف الحلو حلو السكري يضل تلعب أنت وياه بتعبك مرات. عمي أبو وسيم والله هذا الحكي ما في مزح، بدك تدير بالك على صحتك، ما بدنا يصير عليك شيء لا سمح الله. قول لحالك هالحكي. اسمع شو صار مع سلمى؟ السلام عليكم. الامور جيده، ماشي الحال ماشي الحال. صالحتوا؟ ايه صالحنا. طبعا عن اذنك عمي بس دقيقه. خذ راحتك عمي. احمد تعال جاي، تعال تعال تعال. معلم وباقي معلم كنت بدخل لي سيكاره. دخلك سيكاره؟ لا شكرا شكرا. خذ معلم. شكرا، ما بدي سجاير. انت طولت علي، رنيت عليك ما رديتش علي. وانا جاي دخنت وتلفوني على الصامت ما سمعتش. حلو حلو جدا. الموضوع مش موضوع الدخان. كيف اخذ القياسات غلط؟ عشان الخزاين. عشان الخزاين. عم احمد احنا بنشتغل بمواد، وبصيرش هذول ناخذ قياسات غلط ونقص غلط، احنا بنقدرش نتحمل هاي المسؤوليه. انا اخذت صح وفي 2 سنتي زايدات. يا عم دخلت غلط، يعني كلنا 2 سنتي. ابو وسيم مرقها. شو بك هذا مرقها؟ احنا بنلعب شده. ابو وسيم مالك؟ شو مالي؟ يا عم احمد هاي مواد انت قصينا 2 سنتي غلط، بدنا نرجع نفك ونرجع نركبهن، وبتقول لي انت كمان يعني ما مرق لي اياها؟ بنمزح احنا. عمي ابو وسيم خلاص خلاص يا اخي اتركه، يعني ما حدا ما بيغلط. بعدين يا اخي ركز بشغلك انت مشان الله ركز. طيب 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 خلاص روح شوف شغلك. روح روح عمي. حاضر. أحمد بالرضاي عليك عمي أنك يعني دير بالك. الله يعطيكم العافية يا شباب. أنا طبعا مقدر جهودكم وجهودكم أيضا واضحة، والشغل طبعا ما يخلص، بس أنا حاب أخذ لفة على الأقسام وشوف لي وين وصلنا. نبدأ بالأستاذ معتز. شكرا أستاذي. الحمد لله يعني بنقدر نحكي انه التوسعه شغل التوسعه قربنا نخلصه، وعم نحكي عن 100 عيله جديده استقرت بكرفاناتها. عظيم. وبالنسبه لموضوع الكهرباء الحمد لله بطل في عنا نقص، بس بتضل عنا مشكله المطر واحتماليه السيول اذا صار في عاصفه جديده. طيب تواصلتوا مع الارصاد الجويه؟ شفتوا اذا في امطار خلال الاسبوع الجاي او عواصف جديده؟ تواصلت مع الارصاد الجويه، عم بيحكوا لي انه في احتماليه الاسبوع الجاي انه ممكن تصير عاصفه، فاظن لازم ناخذ كل احتياطاتنا.
طبعا هذا شيء جدا مهم، لازم ناخذ احتياطاتنا وما في اي مجال للمخاطره. تفضل استاذ. تم ابو سلمان. نشوف الدكتور خالد. يعطيكم العافيه جميعا يا شباب. طبعا ولله الحمد ان المركز الصحي وضعه مستقر حاليا، والتنسيق ايضا مع ان شاء الله، والتنسيق مع المركز الميداني ايضا بشكل جيد ومرتب. بس في بعض الحالات اللي تينا من المخيمات الثانيه تسبب لنا نوع من اللود او من الضغط، وهذا ياثر على شغلنا. عشان كذي يا ابو سلطان احنا محتاجين حل هذا الموضوع. يعني يصير في تاخير في الحالات للاسف، خاصه لما يكون في حالات محوله من المخيمات الثانيه. طيب كم نسبه الحالات اللي تتحول للمستشفيات الثانيه غير المستشفى الميداني؟ طبعا معظم الحالات اللي تجينا ما بين المركز والمستشفى الميداني، وبعض الحالات المستعصيه مثل مرضى السرطان. زين، خلونا نشوف نحن كيف ممكن نحن يعني نسوي طريقه ان نقدر نحن نعالج الحالات هذه ونسهلها عن طريقنا احنا. عن اذنكم شويه. تفضل. طيب معتز تفضل عندي. شوف ال... الو دكتور، دانا كثير تعبانه من امبارح، مش قادره تخلي شيء ببطنها. لا حول. زين، هي كم مره رجعت؟ يعني اكثر من 4 مرات، كل ما بتاكل او تشرب بتراجع. ما عليه، ترى هذا شيء طبيعي، لان هي ماخذه الجرعه الاولى فطبيعي فيها اثار جانبيه. بس يا دكتور البنت كثير ضعفانه ولازم تاكل شيء. ما علي اختي، لا تحاتي، انت هاتيها عندي على المركز، بغير لها دواء المعده، وفي نفس الوقت ان شاء الله بعطيها مصل يعوضها عن كل السوائل اللي هي نقصتها. ماشي دكتور، هسا عم نجي. ايوه اهلين. خير ان شاء الله، شبهها؟ والله تعبانه شوي، بدي اخذها على المركز. سلامتها الف سلامه. الله يسلمك. بس قلقانه على الاولاد بس يرجعوا من المدرسه، ممكن تقولي لهم انه رحنا على الدكتور؟ ايه على عيني، تكرم عينك. ليكي لا تاكليهم، رح اجيبهم لعندي يتغدوا كمان. سلمي ايديك، لا تغلبي حالك، بس خلي عينك عليهم. ايه ولا يهمك، ولا يهمك حبيبتي، سلامتك. الله معك. مشكور. الله معك. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اضرب اقوى. ايوه كويس. مش قادر، رح اموت. يلا بلا دلال، غطي وجهك تنفس مليح. بقدر اتجرب اني؟ وليث المدلل بلش ارتاح شوي. جرب لشوف. تفضل. ما شاء الله عليك، والله شيء حلو. وانا بقول ليش بتحب الخناق. يلا كمان مره، بس ارفع لي يديك لفوق. سلامات. الله يسلمك. دكتور قرب يوصل، حكى معي لأعطي دانا الدواء لحتى ترتاح. ماشي. يلا دانا، غمضي عيونك يما. يما مش رايحة توجعك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أنا أعتذر عن التأخير. أهلين دكتور. دانا أخذت الدواء ولا بعدها؟ لسه دكتور. مش راضي تخلينا نركب لها الدواء. دانا تتدلل، مع انها دائما تاخذ ابر السيرم في المستشفى. تفضل. حسيت بألم؟ اي كثير ولا شوي؟ شوي. انا دائما اقول عنك انت شاطره واشطر وحده في هذا المستشفى. اي كل حدا قال لي هيك. انزين انت شو رايك الحين؟ انا حطيرك الابره، من تحسين بألم اسحبي ايدك بسرعه. طيب. شطوره. غمض عيونك. وكذي احنا خلصنا. ايه خلصنا. لا تضحكي علي يا مسيمك، هي مو معقوله، اشتهيت تلفي ورقه ظابطه. سوات سكرتيني بامي.
كانت تضل تقلي لي انه مو معقوله انت بنتي اذا ابوكي وتعلم يلف ورق عنب الا انت. طبعا كانت مفكرتني قصدا ما بدي اتعلم. وانت ليش ما كان بدك تتعلمي؟ بصراحه قصدا. وبضل قله لقيس ما بعرف انه يعني مو معقول والله بضوج الخلق ضل الواحد ساعتين عم يلف. هلا هي امك معها حق بدها اياكي تتعلمي، بس انت كمان والله معك حق، يعني الوحده منا بتقعد بهيك طبخه 3-4 ساعات وبعدين بيجي الرجال على بارد المستريح بياكل وبيحط راسه بينام. ما امي ضلت قلي المره لازم تتعلم تعمل كل شيء، وانا شو كان بدي؟ بدي اطلع وشوف الناس واتعلم واشتغل العب مع عادل. يا قبر قلبي شو كان بحب لعبة الحية والسلم، بتعرفيها؟ يضل بس بده يلعبها دق ورا دق دق ورا دق دق ورا دق، وشو يزعل ويدوج إذا بربح عليه. وقيس لما كان يلعب معه يضل يخسر قدامه لحتى ما يزعله، وأنا قل له ما بصير أخي لازم الولد يتعلم الربح والخسارة. يا ريتني كنت خليه يربح قد ما بده. لا تحكي هيك تقبريني، وحياة الله انت كنتي احسن واحن ام لعادل انا متاكده، ما بيسوى تفكري هيك. امي؟ ايه حبيبي. فينا نلعب لعبة جديدة؟ لا كفي دروسك بالاول بعدين بتلعب مثل ما بس دق واحد. ماشي خلص لما كفي اكل ويرجع ابوك انا بلعبك دق، بس حاج عصير حاج عصير لانه رح تعبي بطنك وبعدين ما رح تاكل. انا جوعان كثير. بالله شو كل مره بتقلي هيك وبالاخير بتاكل مثل العصفور الصغير. لا تحكي عني هيك انا باكل مثل الكبار. بالله اصلا الكبير ما بيخلي امه هي اللي تطعميه بايده، صح ولا لا؟ صح. لا تخاف امي لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف. عادل امي لا تخاف، هات ايدك يلا لا تحكي هيك تقبريني، وحياه الله انت كنتي احسن واحن ام لعادل انا متاكده، ما بيسوى تفكري هيك. معلش اسالك سؤال. ايه اكيد سالي. انت وجوزك ليش ما بتجيبوا ولد؟ والله ما بعرف ما حكينا بالموضوع، وبظن ما حد فينا مسترجي يفتحه، يبدو انه نحن ما تجاوزنا الشيء اللي صار معنا. ايه يا روحي ما هو اذا جبتوا ولد بيخليكم تتجاوزوا وتنسوا القصه صدقيني. ما بظن في شي نسيني عادي. ايه هاتي هاتي عنك هالورقات هاتي يوم انا بلفهم. شو خطر لك تعملي ورق دوالي معقوله انت؟ شو بيعرفني؟ قلت بعمل شي لقيس يقبرني من يوم ما اخوه توفى وهو كتير متضايق، بحب ورق الدوالي كتير. يلا هلا خدي له هالورقات وطعمياهم ونعشيه جهزوا لدولت رضاي عليك. ها هاي فرح. مرحبا سلمى. اهلين فروحه. شلونك؟ تمام. شو حبيبتي طمنيني كيف هالدوره معك؟ تمام بس مش عارفه الله وين حاطني. بس ليش؟ تمام بعرفش كثير بالكمبيوتر مثل الاطرش بالزفه. ما انت رايحه مشان تتعلمي. لحظه لا تفكي حجابك، جارتنا اميره اخذت بنتها دانا على الدكتور واولادها قاعدين لحالهم، روحي عادي عندهم اخطيه بلحقك سوا. اكيد سلمى ظلتش عندنا، خلني اشوفك مليح. خلص قاعده ليكني. سلام. هيك منيح؟ ايه ايه انا بناولك. تمام افتحي لي الاوراق وانا بلفهم، بتعرفي تفتحيهم؟ ايه ايه ما رح اعمل. برافو برافو كثير منيح هاتي. اطمني الحين بصير احسن، انا وصيتهم يعطوها اكل خفيف تاخذه قبل لا ترجع ان شاء الله.
بس رايح تظلها هيك كل فترة العلاج؟ والمفروض تخف العوارض الجانبية، بس كل جسم يتفاعل مع العلاج بطريقة مختلفة. بس أنا خايفة عليها يا دكتور، البنت قاعدة تضعف وتتعب أكثر. شو قلنا في البدايات؟ احنا محتاجين نطول بالنا، واحنا بعدنا في بداية المشوار، والعلاج طويل ومتعب. اي بعرف يا دكتور، بس شلون نقدر نساعدها ونخفف عنها العوارض؟ والله يا اختي انا قاعد اسوي اللي الله مقدرني عليه. الحين بغير لها دواء المعدة، وصيتهم يعطوها اكل خفيف عشان يساعدها اكثر في العلاج. ان شاء الله. والله يوسف بيلعب. ايه لعد شلون؟ حظه بيفلق الصخر، انا ما بقدرش اغلبه ابدا. بصرة كمان مرة. منى تعالي العبي معنا، بلش نقدر نخسره. كثير بحب جدل شعراتي أنا وصغيرة، أمي كانت دائماً تجدلي شعراتي على جنب أو سنبلة أو اثنين، وأنا كنت دائماً أشوف حالي على صحباتي إنه شعراتي طوال وبتجدلوا. منى تعرفي أختي آيات تقريباً بعمرتش؟ عن جد؟ أي وكثير بتذكريني فيها. أمي ما كانتش تعرف تجدلها شعراتها، كانت تيجي لعندي كل يوم الصبح قبل ما تروح على المدرسة وأني أجدل لها شعراتها. تعالي أعمل لك سنبلة. لا شكرا. لويش؟ مش جعبالي. بعرف بس ما في حدا هون، نحن هيك منتسلى وبتفكي إذا بدش تطلعي. الحياة بتفاجئك معظم الأوقات، تخسر كثير ناس نتيجة قرارات بتأخذها بلحظة معينة بتغير شكل حياتك ومستقبلك. بتفكر أنك مش قادر تعوض الخسارة، بس بتتفاجئ لأنك بتعوضها بطريقة ثانية. الحياة بتبعت لك مين يعوضك وأنت مش منتبه، بتبعت لك ناس بيعبوا الفراغ اللي جواتك. وقد ما بتكون ندمان ومشتاق وعايش على ذكريات الماضي، الحياة بتخليك تعيش ذكريات جديدة وتعوض النقص اللي جواتك. أعوذ بالله من الشيطان. لا أنت مش أنت، أنت ما شاء الله. أني أعوذ بالله، أني لازم غضيت بس ما غضيت. إن شاء الله بس ما شاء الله. طيب نسيت أجيب لبن. السلام عليكم. شهاد مالك علاء؟ ورجيني لشو؟ فوت لجوا هود وهلا الاكل بيكون جاهز. يلا بالله جد شو هالرواح الحلوه هاي. فوت لجوا قيس. ايه امرك. لا تمزحي. ايه اوه شو رأيك؟ يا لطيف شو مشتهيها من زمان، فيني بلش؟ شو رأيك؟ طيبة؟ الله يسلم إيديكي يا أم وسيم على هالطبخة الحلوة. ما تغليز؟ شو عرفت إن أم وسيم هي اللي عملتهم؟ يعني سلمى
بس اكيد انت شاركتي يا مها. اي لا واضح يعني واضح لانه يعني لمساتك طالعه يعني كثير واضحه بس اللي انا لفيته ليكن شوف كيف خربانين كلهم ورجيني لشوف ما دخل الشكل المهم عن جد طيبين كثير طيبين يا الله والله كثير انبسطت انت وموسيم طبعا لو لمستك فيهم يعني مستحيل كانوا يتاكلوا معي بتعرفيني نبطي اكل الاموسين حبيبي انت قاعد تسوي ولا ولا شيء كنت اشرب مي خم نام خم